ولنضع النقاب على الحروف ولا فيها زعل. ولذلك أنا أوجه كلامي انطلاقا من هذا المبدأ إلى النظام نفسه بشبوسه ورموزه وانتماءاته. أنا أقول اليوم صرنا إحنا في حالة كمجتمع كويتي أفتكر أنه ينظر لنا باحتقار كبير من بعض أبناء الأسرة. ليش؟ لأنه قاعد يشوفون فينا أحجار دامة ينقلونا يمين ويسار. وعندنا تجارب الأيام الأخيرة من كتاب من سياسيين، تعالي بانا استغلك واقعد انت دوس ببطن ولد عمي شيخ الفلاني وقول فيه اللي ما قاله مالك في الخمر وما عليك. ايش تبي؟ تبي زاوية؟ تبي مكافأة على الزاوية؟ تبي استجواب في مجلس الأمة؟ تبي طرح ثقة؟ تبي تعطل هذا الشيخ؟ تبي تعطل هذا الوزير؟ تعال يبا آمر ايش تبي واحط لك المبلغ اللي يرضيك. لما احنا كويتيين نتحول الى ناس كذي مأجورين كقلم ومأجورين كشخصيات سياسية، فعلا انا احس انه هذا في نوع من الاحتقار لنا. وقضية شراء الولاء السياسي قضية ترى شرها وتبعاتها قد تكون على النظام اسوأ منا احنا كمجتمع.